تقديم الخدمة لأكثر من 25 مليون زائر يحتاج إلى أعداد من الكوادر، شقد عدد أو عدد تقريبي للكوادر أو الفرق العاملة خلال هذه الزيارة؟ وأيضا هل هناك جهات داعمة لوزارة الصحة بإنجاح الخطة اللي عديتها للزيارة؟ جميع ملاكاتنا الصحية بكل مؤسساتنا الصحية هي حالة إنذار قصوى حاليا. كل مؤسساتنا الصحية تستقبل الزوار والمراجعين من مختلف جنسياتهم، وكلها حاليا داخلة في حالة إنذار من جميع الأقضية وأيضا مركز المحافظة. عندنا في حالة عندنا إسناد طبي من عديد من الجهات والمؤسسات، من ضمنها طبابة الحج الشعبي مشكورة، تعاون مع دائرة صحة كربلاء في أكثر من 15 مفرزة طبية موزعة على محاور مدينة كربلاء الخارجية على طول خط سير الزائرين، بالإضافة إلى عندنا إسناد طبي من الهلال الأحمر، من طبابة الجيش، من عتبات المقدسة، دوائر الصحة في محافظة بابل والنجف مشكورة دعم دائرة الصحة وبالمفارز الطبية ضمن الحدود الإدارية للمحافظات. عندنا مدن الزائرين في محاور مدينة كربلاء على طريق بغداد كربلاء، النجف كربلاء، بابل كربلاء، هاي مدن الزائرين تم استلامها من قبل دوائر الصحة في بغداد، الرصافة، البصرة، ميسان، الديوانية، المثنى، نعم. وتعمل كمراكز طوارئ لتقديم خدماتها الطبية للزائرين الكرام وعلى مدار 24 ساعة طيلة فترة الزيارة.